السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نمشي ان شاء الله لليدل وعايجيبوا بعض الحويجات مزيونين، بعض الاشياء المطبخ. كاينين بعض البنات موصيني عليهم الى جاوا نقولوا لهم. المهم انتم معايا، كما كتشوفوا الاجواء كاينه بروده اليوم شويه، بحال الاجواء ديال الشتاء الله يرحمنا. ها احنا وصلنا لليدل. شونيش المقطع ديال في كيجيبوا الجديد كل اسبوع. المهم كانوا جابوا نهار الخميس، انا الخميس ما تجيش، نهار الخميس كانوا جابوا جديد ولكن ماشي شي حاجه. كاينين جابوا هاد المنطوس هادو، هما سخونين ولكن صراحه شكل جاو من برا، جاو بحال مصوفني في شكل، ما عجبونيش حتى تما. ها هو الشكل ديالهم، التوب ديالهم ما عجبنيش، هما واخا زعما كيسخنوا ولكن المهم كل واحد وشني كيعجبو، انا ما عجبونيش الصراحه. فيهم الالوان كاينه كحل وكاينه بلو ماري وكاينه هذا اللون هذا، كيعملوا 24. المهم انا سبيدوس مزيونين، هاد سبيدوس هادو سخونين سباق اللي ديتهم مزيونين، كيعملوا 3 اورو، جاو يعني سخونين من داخل، يعني سخونين هكا كما كتشوفوا، يعني مصوفنين من داخل كيسخنوا، وكيعملوا غير 3 اورو. في بطايات يعني طاية كتدي اللي بغيتي. وكاين هادو صراو ديال الطوبو ديال الجين، كيعملو 12 اورو. وهنايا مدولة كانو جابوهم نهار الخميس، مدولة ديال بنيتات وليدات مزيونين. كيعملو 6 اورو. وهادو فاش كيساليو الوليدات الالعاب ديالهم كيجمعوهم هنايا في هادو، كيعملو 10 اورو، كاين هاد الولاد وكاين هاد البنيتات. هادو منطاس ديال العيال اللي كيتخشاو فيهم، كيعملو 10 اورو. وهادو حتى هادو مزيونين بزاف، بالنسبة كراسة ديال الطوموبيل حتى نصفار وكلشي. وكاين هنايا بيجامات ديال البنيتات، مزيونين سخيخنين، هاهما فين هما. وكاين هاد اللوين فني وانا عجبني بزاف، الصفيفار وبلوماري كيجيو كيحمقو هاد اللوينات مع بعضهم. كيعملو 7 اورو. وهادو الوليدات بيجامات تا هما سخونين ديال مبرة، كاين هاد التشكيل هدا وكاين هاد اللون كري. دابا غادي نمشيو نشوفو الحاجات اللي جابوهم اليوم الاثنين، بالنسبة للبنات اللي كيسقسيوني كيقولو لي واش كتعرف ان كيجيبوا الجديد. حنا بالنسبه للمدينه اللي حنايا فيها كيجيبوا كل الاثنين والخميس الجديد، بالنسبه للناس اللي كيبغيو مثلا يعرفوا الجديد ساهل، كتدخل ابليكاسيون وكتشوف. صراحه بالنسبه لي انا ما مدخله لا ابليكاسيون لا والو، انا فقط الاثنين والخميس
الاغلبيه كنجلد يوم الخميس حقاش كينزلوا الجديد، لان الحاجه اللي غادي تشوفها مباشره ماشي اللي غادي تشوفها يعني يعني بور انترنت وصافي. هناك كاينه مانتيلات، جابوا مانتيلات. هناك كاينه الوانطيس والديلانتار، ديك السربيطه ديال الكوزينه. المهم جابوا الاشياء ديال الكوزينه، بزاف ديال الحاجات البنات كسرصاو عليهم اليوم جابوهم بالنسبه للطاوات. بالنسبه المهم غادي تشوفوا معايا كلشي في هذا الفيديو. كاينه هاد الوانطيسات هادو، كاينه الديلانتار معاهم ديال الكوزينه، مزيونين صراحه، فيهم اللوينات مزيونين. كاينه هذا في الكري وكاينه الاحمر والابيض، كاينه حتى هادو ديال الفراشات ديال الطاوه ملي كتكون سخونه كتنزلها فيها كلشي، كيعملوا 7 اورو. كما كتشوفوا هادو ديلانتار و طابليات ديال الكوزينه وانتيس، كيعملوا 6 اورو. وهادو كاينه ميزان، ضروري البنات هاد الميزان يكون عندكم في الدار، كتجيبها بعض المرات كتحتاج ان الحاجه تحتاج يكونوا المقادير ضروري خصهم يكونوا مضبوطين يعني بالغرامات. صراحه ماشي غالي ومزيان يكون عندك في الدار، كيعمل 7-9 اورو ميزان. انا ديالي شيتو كنت شيتو عيم الدي، كنت شيتو واخيلا شي 6 اورو ولا 5 اورو، كنت عاقله صدق لي صراحه مزيان. هنايا كاينه طابع ديال الحلوى، هذا جا كبير واحد وكبير وفيه يعني بزاف، وكتبقى تبع 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 كتنزل كتطلق العجينه وكتستعمل واحد هذا، وكيخرج لك بزاف ديال الطويبعات يعني على شكل وريدات، وكاينه صغارين وكاين الوريدات كبارين كما كتشوفوا معايا. هادي مزيانه كتختصر العمليه. وكاينه هادو دابا بمناسبه راس العام كيجيو هاد الشيء هذا، هادو جاوني كبارين شويش. مهم هادو بالنسبه تحتاجهم تكون عندك اذا شي فيشطه ديال عيد ميلاد ولا شي حاجه. وهاد الطويبعات هادو مزيونين عجبوني صراحه، هادو جاو ما جاوش كبارين بزاف وما جاوش صغارين، جاو معهم متوسطي. وجابوا هاد المول البنات، بالنسبه للمول هادو البنات ماشي مول كبارين، حيت ملي كتشوفوهم في كتالوج ضروري خصكم تردوا البال من العبار ديالهم، لان كينزلوا العبار تما، كاين واحد ما كيردش البال من العبار ملي كيجي كيجبرهم صغارين بزاف. هادوك صغارين، كاين كيجيبوهم مرات كبارين ولكن هاد المره جابوهم صغارين. المهم هاد الشبيكات هادو مزيونين، كنت ديت واحده باقا لحد الان عندي كنخدم بها، ملي تبغي تزوق تعمل كيكه فيها الشوكولات تما كتبقى تقدر تما تنزلها كيكه تما الطرطة وكلشي. وجابو هادي ديال الطرطة كتقد بيها الطرطة والشوكولات وكلشي اللي عملتها فوق كيكه مزيون. انا كنت شريت واحد بحال هذا، انا صراحة هاد الله عندي كوزينه اغلبية شريت هادشي كلشي من يمكن يكون يعني ولي يديرو كيزاقي مزيون. كاينه هاد طرب يداوي تا هي مزيونه، الحجم ديالو ما كتصداش ماشي بحال الحاجه اللي كتشريها غير هيدا من التيندات، خصوصا التيندات ديال التشينو كيصدقوا والو زيرو كيتدراو. هادو لا الحاجه ديالهم مزيانه. ودابا جابوا هادو ديال طرطات اللي كتعمل فيها يعني كيك ديال الطرطه وكتقطعها كتجيك مقاده، يعني خصوصا الناس اللي مبتدئين ما كيعرفوش يقطعوها. هذه صراحه سهله فيها بزاف، يعني تقدر تقطع تنس 5 ديال القطع وكتمنع 5 الاورو. انا صراحه ماشي حتى شي حشمه كتحتاجي اصلا كنقطعي بالخيط، كيجيني تقطيعه كتجيني معوطه. وجابوا هادو السيليكون، هادو هي هادو كبيبرين، هادو يعني هما هادوك مناسبين ماشي صغارين بحال الاخرين، هادو مزيونين. كنت ديت انا وحده على هاد السيليكونه ماشي بحال هادي، هادي جات عاديه حانيه يعني ماشي عاليه بحال الاخرين. كنت ديت شكل اخر صراحه ما كنمشي بها بزاف لانها كتاخذ الوقت، لانها كتجي كيكه عاليه بزاف كتاخذ الوقت شويه. وكاينه هذه الطويله ديال السيليكون، كيعملوا 4 اورو البنات هادو. هادي مزيونه الصراحه هادي. وكاينه هادو ديال الكيك باكيك صغارين،
يا سيدي يكون حتى هما. هنايا جابوا هادو هاد ولاد قطعة ديال العجين، كنت ديت انا فحال هادو هما في اللون حميمر سبقكم شفتوهم عندي، دابا ندي هادو في بيات مزيونين. وهادو ديك الفراش الفراشات اللي كنفرشوهم فوق الكوزينه باش كنخدموا العجينه ديالنا. انا عندي كنت شيتها في لون بيستاجي، هادي اللي كتطلق العجينه خصني كتكون عجينه صغيره. وجابوا هاد القطعه هادي شحال مزيونه، القطعه اللي كنقطعوا بها العجينه وفيها حتى يعني النوامر وفيها كل شيء العبارات. وجابوا هادو ديال السيليكونه اللي كتخرجنا كريمه ديالنا. مزيونة ديال السيليكون، مزيونة يعني كتسالي منها كتخسلها كلشي. اوكي وكلشي كيعمل 3 الاورو، هادو كاملين كيعملوا 3 الاورو البنات. كبيرة كنت لكانت كبيرة على يدك وتغادي فيها، ولكن انا اصلا عندي القد هادي فيها 28 سنتيم، انا عندي ممكن باش ندي هادي. كنت كنتمنى يجيو هذوك اللي فيها 50 سنتيم، ولكن صراحه لحد الان باقي ما جابوهاش. كتعجبني هذيك الكبيره يعني كتفرشها في يعني فوق سطح العمل ومزيانه بزاف. وجابوا هادو الغرف ديال الليتروس اللي كتعبر فيهم وكلشي مزيونين كبارين. كاينه ف عندهم الغليلق احمر وكاينه كري، كيعملوا 3 الاورو. كاينه تشكيلات هادو طويسات. وجابوا حتى هادو مزيونين بزاف، عجبوني هادو فيهم كبارين وموسطين وصغارين، وعندهم هاد المشده من هنايا مزيونين هاد الغلاقه من هنا. المهم كيتحتاجو بزاف هادو كوزيناب، كيصدق بلاستيك ديالهم صراحة مزيون ديالهم. هما ديال الميركادونا، حتى الميركادونا مزيونين عندهم دائما الميركادونا. كاين هاد الشكل، كاين كيجي طويل في الاول كبير يعني الاولاني، وكيجيو ثلاثة مربعين على هاد الشكل، وكيجيو ياخرين طوالين شوية على هاد الشكل هذا. كيعملوا 7 الاورو البنات. صافي كاينه هنايا الفراشه ديال فراش ديال الصبابط هنا مزيان ديك البريد كانت تكون سخونه بزاف. صافي وعاملين اوفرتات في الاجبان، ردوا بال البنات للاجبان كيكونوا ما كيعملوا اوفرتا، كيكونوا تقريبا التاريخ ديالهم عين تقادالو. الا خصكم ديوهم خصكم تستعملوهم يعني تستعملوهم تستعملوهم في الكوزينه، تخليهم شي لان كيكون التاريخ كيكون على عين تقادا. المهم كيعجبني ندي هاد الجبنه هذا في 4 ديال الكيسوس، يعني كتستخدموا في جميع كل شيء يعني كل شيء. وكاينين مزيونين هادو بنات، هادو كتديهم وكتخليهم في حالة طوارئ، الا جا عندك شي واحد الغفله ولا شي حاجه كتزوق بهم يعني الطابله ديالك، فقط غير كتعمرهم شي حاجه مالحه ولا شي حاجه حلوه. كاينه هادو عاود بزاف مزيونين يعني في حالة ما اذا كيجي عندك شي واحد الغفله كتبغي فقط تزين الطابله ديالك. وكاينه هادو عاود هادو مزيونين، اما تعمرهم شي حاجه مالحه ولا شي حاجه حلوه. يعني انا قلت لكم كتخليهم احتياط، ذوقوا فيهم مائده ديالكم وصافي. ما هما ما كاينش شي حاجه تعدل في الدار. وفيهم الاشكال وانواع، فيهم قويلبات شحال مزيونين، والب ديالهم مزيونين وكيعملوا اورو 49. وكاين هذا التشكيل هذا بحال
هيدا بحال المغرفات صافي البنات، هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، استفدتم معايا. ان شاء الله في فيديو المقبل ما تنسونيش بجيمه ديالكم والدعم ديالكم. كنحماق عليكم. السلام عليكم، في امان الله. فيديو المقبل ان شاء الله.